تقدر تقول له إن أنت عايز تكتب مقال عن إيه وهو يبدأ يظبط لك المقالة، تمام؟ عايز تكتب بالإنجليزي ولا بأي لغة؟ أوكي، بيقول لك أنت هتتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الأرتيكل، العنوان هيكون ايه؟ العنوان هيبقى human and AI outline، اقول له AI واقول له future of AI، تمام؟ ممكن تاخد من هنا اهو، خلاص ممتاز. حتى لو كل نقطة بقى من دول هتلاقيه كتاب لك اهو، تقدر تاخد الكلام ساعدك كتير في كتابة المقالة بدل ما تقعد تاخد وقت في كتابتها، وتقدر كل شوية تقول له كونتينيو فيبدأ يدخل في الأقسام اللي بعد كده. برضه في ميزة إن أنت ممكن تضيف صور وتعمل سيرش عن صور من خلال العنوان أهو، تجيب لك الصور المناسبة، تقدر تشوف إيه الصورة اللي أنت عايزها. هيعمل إدراج للصورة في قلب المقالة، فيبدأ كده ممكن تقول له كونتينيو. وفي الآخر خالص تقدر تعمل سبورت وشير للمقالة، تمام؟ نفس الموقع ده برضه فيه خاصية حلوة أوي، إن أنت ممكن تقول له أنا بتخيل حاجة معينة وأنت تبدأ تشتغل عليها، مثلا نختار إيه؟ ويبدأ بقى يعمل سيرش على الصور ويبدأ يعمل لك صورة خاصة بيه زي ما تقولي كده، تمام؟ المفروض البنت دي اتسرقت، طيب لا أنا عايز صورة تانية غير واضحة، فتقدر تعمل سيرش. تقدر